بوادر أزمة جديدة تلوح في أفق العلاقات التركية اليونانية بعد فترة شهدت جهودا متبادلة لتحسين العلاقات المعقدة والمتوترة تاريخيا بين أنقرة وأثينا. محور الأزمة قرار أصدره القضاء اليوناني برفض تسليم 8 عسكريين أتراك لجأوا إلى اليونان، وتتهمهم تركيا بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة. قرار وصفته الحكومة التركية بالخاطئ وغير العادل والمسيس، ويجعل اليونان بحسب تركيا تسير في الطريق الخاطئ في مجال مكافحة الإرهاب. لكن الحكومة اليونانية تتمسك باستقلالية نظامها القضائي واحترام قراراته، وتؤكد أنها بينما لا تستطيع مخالفة القرار القضائي فإنها استنكرت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا ونددت بها منذ اللحظة الأولى. محمد إبراهيم والتقرير التالي. أزمة تقطع شهورا قصيرة من الدفء سدت علاقات أثينا بأنقرة بعد اتفاق إعادة اللاجئين الذي شكل محطة بارزة في مسيرة علاقة البلدين. شبح التوتر خيم من جديد على العلاقات منذ ردت محكمة يونانية برفض تسليم 8 جنود أتراك فروا إلى أثينا، تصر السلطات التركية على إعادتهم بعد أن اتهمتهم بالضلوع في الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي. وزير الدفاع التركي فكري أشيق اعتبر قرار المحكمة اليونانية مسيسا ومخيبا للآمال في لغة بدت من وجهة نظر البعض تقترب من نبرة التصعيد في العلاقات مع اليونان. تركيا التي تعتبر التعامل مع ملف الانقلاب الفاشل خطا أحمر، قال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إن أثينا باتت تؤوي وتحمي الإرهابيين، ملوحا بوقف العمل بالاتفاق الثنائي بشأن المهاجرين المتدفقين على أوروبا عبر اليونان. تهديد ذكر بالبعد الأوروبي في الخلاف بين البلدين، فبالإضافة إلى مطالبات تركية سابقة لأثينا بتسليم أفراد من حزب العمال الكردستاني، يحفل سجل البلدين بتاريخ من التوتر على خلفية الموقف من المسألة القبرصية والتنافس على بسط النفوذ في بحر إيجا. وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد جعل من تحسين العلاقات بين تركيا واليونان وفض النزاعات بينهما بوابة للقبول بأنقرة في النادي الأوروبي، فإن تركيا تعتبر الموقف من الانقلاب وتسليم الضالعين فيه ميزانا دقيقا تزن به علاقاتها الإقليمية والدولية. هكذا كان الأمر مع أمريكا التي ألقت تركيا بثقلها لدفعها لتسليم الداعية فتح الله جولن الذي تتهم السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة. يضع إصرار البلدين على موقفيهما حتى الآن على الأقل المكاسب التي تحققت أثناء تبادل الزيارات بين الرئيسين التركي واليوناني على المحك. فهل تسلم السلطات اليونانية العسكريين الأتراك 8 إلى سلطات بلادهم نزعا لفتيل الأزمة؟ أم أن استمرارها في رفض ذلك يدفع إلى مزيد من التصعيد يجعل تركيا تقدم على تنفيذ تهديداتها بما تحمله من تداعيات تتجاوز اليونان إلى عامة البيت الأوروبي؟ وينضم إلينا من اسطنبول الدكتور أحمد أويصال، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول، ومن جزيرة كريت اليونانية يانيس كوتسوميتس المحلل السياسي اليوناني. سيد أحمد أويصال أو دكتور أحمد أويصال، هل قضية العسكريين الأتراك 8 بهذه الأهمية بالنسبة لتركيا حد حدوث أزمة مع اليونان بسببهم؟ لا، هذا طبعا مبدئيا هذا مهم جدا، لأن الديمقراطية وكرامة الجمهور، وهم هاجموا الجمهور وقتلوا أكثر من 250 يعني مدنيين، وأكثر جرحوا أكثر من 2000 شخص يعني مدنيين بمحاولة الانقلاب، هو يعني خطورة كبيرة، واليونان يعني تعرف ذلك، هم أيضا عاشوا نفس انقلابات في البلد، وهذا يدمر البلد. وتركيا الآن يعني يحتاج أن يقضي على هذه أو يحاكم هذا يعني مرتكبين الجرائم ضد الشعب التركي والديمقراطية. طبعا في العالم الغربي هم يركزون عليه أكثر، وهذا الفرصة لهم ليثبت إخلاصهم ويعني رفضهم للانقلاب. للأسف لا، نحن نرى العكس من يونان، وهم يقولون القضاء، لكن أي القضاء يعني كل حتى المحاكمة لازم يعتمد على المبادئ، يعني ليس هناك أي مبدأ أي ذريعة لرفض هذه إعادة هذه اللاجئين. هم لاجئين لكن هم بنباشي، هم يزباشي، هم يعني قاعدين في الجيش مسؤولين
ومحاولين حتى اغتيال الرئيس أردوغان، وهو يعني منتخب ويعني ناس واضحة الفكرة هنا. نسمع رد يعني السيد كوتسوميتس من جزيرة كريت لو سمحت لي سيد أحمد أويصال. إذن اليونان شددت على أنه قرار قضائي صادر عن قضاء مستقل، ولكن أمام هذا الإلحاح التركي، واستمعت إلى ضيفنا أويصال منذ قليل، ألا يعطى انطباع بأن هناك رغبة سياسية يونانية بعدم تسليمهم من الأساس؟ أعتقد أن الحكومة اليونانية في موقف عصيب الآن، وحسب فهمي فإنها تود أن تسلم الثمانية ضباط إلى تركيا، ولكن الحكم من المحكمة واضح. لم نرى نص الحكم بعد، ولكن فهمي هو أن القضاة لديهم مخاوف كبيرة بشأن معاملة هؤلاء الضباط، كما رأينا معاملة العسكريين الذين تم اعتقالهم في تركيا، وإن كان سيحاكموا أم لا. أيضا أمر مقلق بالنسبة لليونان، وهو إعادة تطبيق الحكم بالإعدام في تركيا، وهذا هو الأساس الذي جعل القضاة لا يقبلون طلب الحكومة التركية. دكتور أحمد أويصال، هل تركيا جادة بتهديدها بإلغاء اتفاق اللاجئين مع اليونان؟ لا، تركيا جادة طبعا. هذا تبادل المجرمين هذا مهم جدا لمكافحة الإرهاب وتضمين الأمن، وهذا أيضا تركيا ليس عندها إعدام، يعني معاقبة الإعدام ليس موجود في تركيا، لأن هذا ذريعة ليس موجودة في يعني على الطاولة، هذا غير مقبول. أيضا حكومة يونانية كانت تريد أن يعني تعيد هذه في البداية، يعني بعد الانقلاب هم صرحوا، لكن القضاء يعني يقولون شيء آخر. وأيضا هم استضافوا للأسف في السابق في الماضي الحزب العمال الكردستاني الإرهابي، معروف ومعتبر معترف كتنظيم إرهابي، يعني هم أيضا احتضنوا هذا التنظيم في السابق. للأسف طيب، عندهم سجلات سيئة ولا يناسب. ولكن لو سمحت لي فقط لنجيب كاملا على فكرة يعني أن تركيا جادة بتهديدها بإلغاء اتفاق اللاجئين مع اليونان. متحدث باسم الاتحاد الأوروبي عبر عن ثقته بصمود الاتفاق الآخر مع الاتحاد الأوروبي، إلغاء الاتفاق مع اليونان، ألا يعني حكما إلغاء الاتفاق التركي مع الاتحاد الأوروبي ومرور اللاجئين عبر اليونان إلى أوروبا؟ الاتفاق هم تمام، هذا هناك تناقض أيضا بقرار يوناني، هم يريدون إعادة اللاجئين، هم أيضا ممكن يعني بعض المواطنين أتراك أو غيرهم يعني السوريين والآخرين، هم يريدون إعادة اللاجئين ولا يريدون إعادة الإنقلابيين، هناك تناقض يعني واضح. لكن تركيا أيضا جادة يعني يضغط على أو تضغط على الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي، أعتقد سيجيب النتيجة قريبا، يعني لأن الغرب يعني لا يريدون لاجئين سوريين والآخرين أفغانيين، وهم أعتقد سيضغطوا على اليونان ليعيد هذه الإنقلابيين، وهذا أيضا لا يناب يعني يطابق مع مبدأ الديمقراطية والإنسانية في الغرب، هم يعني يسوقون دائما، ويعني وهذا سيثبت الأقص. يعني سيد كوتسوميتس، التلويح التركي بإلغاء الاتفاق مع اليونان إلى أي حد يشكل بالفعل عامل ضغط على الحكومة اليونانية لإعادة النظر في هذه القضية، قضية تسليم العسكريين؟ لا أرى كيف أن الحكومة اليونانية يمكنها عمليا أن تكون قد اعتقلت هؤلاء الجنود وأن تعيدهم إلى تركيا. فقط هذا يتم إذا ما عملوا في إطار خارج عن القانون، ولا أعتقد أنها بإمكانها فعل ذلك الآن. وكما قلت، الآن اليونان في وضع عصيب لأنها تريد للعلاقات مع تركيا أن تتحسن، وهذا الأمر وضعهم في وضع محرج، ولكنهم الآن ليس لديهم السند القانوني الذي يجعلهم يعتقلون هؤلاء الضباط وأن يعيدونهم إلى تركيا.
دكتور أحمد وصال، السيد كوتسوميتس تحدث عن مخاوف كبيرة بشأن توفر محاكمة عادلة للعسكريين الأتراك. أنت تحدثت عن أن لا إعدام في تركيا، ولكن هل هناك ضمانة بمحاكمة عادلة؟ طبعا هناك انقلابيون الآن يحاكمون في كل المحاكم، وفي بعضهم قبض عليهم يعني في السجن، بعضهم يعني محاكمة، يعني هم يعيشون بين المواطنين، محاكمة مستمرة في كل المجالات، خاصة الانقلابيين الذي قتلوا بعضهم. يعني هذا محاولة الانقلاب، هو مختلف. الجنرالات أو الضباط الذين فروا إلى اليونان هم حاولوا قبض على أردوغان وممكن اغتيالهم، هم يكونوا محاكمة خاصة حسب الأدلة موجودة وممكن تصريحاتهم، لكن هم بفرارهم خاصة هم أيضا اعترفوا بجريمتهم وبجرم يعني موجود هناك، وشك يعني قوي موجود ضدهم، يعني هم سيحاكمون مثل الباقين، يعني موجودين في المحاكمة الانقلابات بدأوا وفي شفافية كاملة، يعني بالمحاكمة في محاكمين أو في لويرز، يعني في موجودين بالمحاكم ضده ولصالح ومدعي العام، موجود محامين موجودين يعني في المحاكم، وهذا شفاف، يعني ينضم إليه كل المواطنين وأنصارهم ويعني أعدائهم موجودين، العملية مستمرة بشفافية. واضح. سيد كوتسوميتس، ذكرت مرارا أن الحكومة اليونانية اليوم في موقف صعب، هل يمكن لها بأي طريقة من الطرق التوفيق بين قرارها بعدم تسليم العسكريين والمحافظة على هذه المكتسبات التي أنجزت في السنوات الأخيرة أو المدة الأخيرة مع تركيا؟ يمكن أن يكون هناك وضع لهؤلاء الضباط بأن لا يرحلوا عن اليونان وأن يتركوا في وضع غير معروف ولعدة أشهر، أو يمكن إعادتهم إلى بلد ثالث. لا أعتقد أنه سيكون هناك مجازفة لديهم بأن يسافروا إلى بلد آخر، لأنه هناك محاولات من الأتراك القبض عليهم إذا ما رحلوا عن اليونان. حسب فهمي يجب أن يتوفر نقاش منفتح بين الحكومة اليونانية والتركية بشأن التعامل القضائي مع هذه المسألة، لأنه واضح أن هؤلاء الناس مشتبهون بأنهم ارتكبوا جرائم، وهذا الوضع صعب على البلدين، ولكن هناك سبل للتوصل إلى تحسين العلاقة بين البلدين بغض النظر عن هذا الوضع الصعب القائم حاليا. دكتور أحمد وصال، ميركل في تركيا بعد أيام وهي المعنية جدا بقضية اللاجئين، هل ترى أن هذه الأزمة ستحضر على طاولة المباحثات كون ألمانيا تتصدر الدول الأوروبية المعنية بأزمة اللاجئين وبالاتفاق المبرم بطبيعة الحال؟ أعتقد سيكون على الطاولة، وميركل سيدة ميركل ستضغط على اليونان لإعادة هذه الانقلابيين. أيضا هناك اتفاقيات أخرى بين تركيا واليونان، لأن مثلا إنتربول شغال في قضايا هم يبادلون، يعني هو ليس لأول مرة اليونان ممكن يعيد المجرمين، يعني هناك عملية مستمرة يعني جرائم عادية وجرائم يعني سياسية، والعادية موجودة بين اليونان وتركيا، بين القوانين ضمن قوانين الدولية وأيضا بين الثنائية، يعني هناك اتفاقات ثنائية بين البلدين. هذا الاستثناء لا يعني شيء، لا يعني هذا يعني رسالته سيئة، يعني لأن هناك العملية والحسن الجيران، وحتى الحكومة اليونانية تريد أن يعني تحسن العلاقات مع تركيا. دعني فقط أختم دكتور أويصال لو سمحت لي، فقط ضيق الوقت مع السيد كوتسوميتس. الاتحاد الأوروبي برأيك هل سيتدخل لسحب فتيل هذه الأزمة؟
لا أعتقد ذلك. المفوضية الأوروبية سئلت أمس من قبل الصحفيين إن كان لها رأي بشأن هذه القضية، وكانت الإجابة إنهم لا يتدخلون في قضايا قضائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالطبع بطريقة غير رسمية يمكن أن تعقد نقاشات في هذا الصدد، ولكن من الصعب جدا للسيدة ميركل أو أي قيادي أو زعيم أوروبي أن يسأل السيد إسبروس لكي يقوم باعتقال أولئك الضباط وتسليمهم إلى تركيا. إذن هذه القضية لا يجب أن تكون قضية صعبة وعصيبة بين البلدين. هناك كثير من الأمور التي قد تؤدي إلى تعاون وثيق بين البلدين. أشكرك. ويجب أن نعول عليها ونستمر فيها. أشكرك جزيلا يانيس كوتسوميتس المحلل السياسي اليوناني، كنت معنا من جزيرة كريت اليونانية. والشكر موصول للدكتور أحمد وصال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول، كان معنا من إسطنبول. إلى اللقاء.